مدينة تحت الأرض. وصفت أنفاق المقاومة الفلسطينية في غزة بأنها مدينة تحت الأرض، إذ يصل عمق بعضها إلى 43 متراً تحت الأرض، وتستخدمها لشن الهجمات وتخزين الصواريخ ومخابئ الذخيرة ومباغتة القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع. يطلق أهالي القطاع على شبكة أنفاق حماسة اسم المدينة الأرضية، ويسميها الاحتلال باسم مترو غزة، وحاول استهدافها مراراً. في 2021، قالت المقاومة الفلسطينية أنها حفرت أنفاقاً بطول 500 كيلومتر تحت غزة، وتوصف بأنها شبكة معقدة وكبيرة جداً وضخمة تحت الأرض. وأظهرت المقاطع المنشورة لأنفاق حماسة أنها مجهزة بالكهرباء والكابلات الهاتفية ومبطنة بالخرسانة، ويمكن للمقاومة استخدام قاذفات الصواريخ المخبأة في الأنفاق والتي تخرج من خلال الباب المسحور لتطلق النار وتختفي مجددا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ووصف تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أنفاق غزة بأنها التهديد الأكبر للقوات الإسرائيلية في هجومها البري، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى لتفكيك حماس والقضاء على هذه الأنفاق. وبحسب التقرير، تجرد أنفاق حماس قوات الاحتلال من المزايا التكنولوجية إلى حد كبير، وتعطي ميزة كبيرة تحت الأرض وفوقها. وتشير الوكالة إلى أن حرب الأنفاق هي الأكثر صعوبة على مر التاريخ، إذ يمكن للطرف الذي بنى الأنفاق أن يختار المكان الذي ستبدأ فيه المعركة وكيف تنتهي بفضل الكمائن التي يمكنه نصبها. وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تنشرها المقاومة التي أعلنت عن تدمير أكثر من 105 دبابة وآلية عسكرية لإسرائيل منذ بدء العدوان حتى الآن، يظهر خلالها رجال المقاومة وهم يخرجون من الأنفاق ويستهدفون قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في القطاع. الله أكبر، الله